تاليها نبت سجدة هذا الجغر وحوجري ترى العلم ذو حياة هايين سدح كوني هايين هذا لو حاك النور أنت اللي شجع بقولي سديت الدواع ترى يكعيك نبت سجدة سدح سوجري وحوجري حري حري بضم بالله هاي نبت سجدة أنا هانجري مالك استان الحريرة وحوجري عيدك الصومال ولا الله سيئين شيئين سراكيل أو أنورستي أو إتوبيانا مركا صوماليين ورتكوا سامر حدين أه ساس بنت أشيغاي إلهي أغفق هذه ما أنت مقدسو وحاكسو الدقي قيب كميرا عيدن كي أو تريد قارا إلا الله بقول يكونتن أو دفع دكوا بعد أيام ما تكسر دقي إير بورك مجاهد مقدسه إلهها إذا كل هالشيء مركا ترى يكحين كنا بتسود ساس وهالله كنا بتسود هالجو ساس وهالله من عيونه تلك ساس وهالله مركا إلهها إذا كل هالشيء نمان مسؤولين هو تلك أدارتي إني بنتها كهالله أو إلهي كقف قاعدين أو أي دمبابين أو ما أنت نين تسو استاق استاق فرلا أنت استاق ورواق الدنة إشال بيانا شكنا دم بقوها لقلا لكن محابنا محابنا إلا قطوة بكينا بنا وليبا دم بقا لقلا ابن آدم لقلا إلهي تيسوا بقار بقفك إلهي دم بقا لقلا أساق عليك قصيصه إلهي وبريك را لكن دم ببن آدم أثقر شيء وأنا أمد قفك قفك على حمتي قفك على بينك شيء تبع أما قفك على حولين على قاتل وحوي حاجة أنت استغفر لك قبل ما يصير قفك أنا أترك تعال الجهرباء أترك وراه هبلو وأكو حنتي والهبلاي العجل كاحلي والهبلو سكي عف قولي أنك قات إلى ترى هذا الجهرباء بيران كاش شيء هبل سكي عف لمن كان وحب الأشياء غير ما هاد صلاة نين كان تريها اللي بتسجد هو الأهانجري يا تريان بهذا الجو ما هالثلاث يا حسن الشيخ وحيد دم بكجل الأمضى الصومالية أو إبن شجن أو إبن بغداد شجن أو الشعب كعشن أو إبن السوح الحلال وحال جربا إن أنت أمضى هري مادان أي رهذا وادم بولين العفن العفية دم بجاس عن قلنا العفية ما سب واحد ليه ربان كوا منتي من وهر عقرات من ليه ربان يا سأيجا مانتو حكيت بيوركو درتا مغلايا أنا جم مانتو حاين ذي الشيء والله أنا بيد الشيء دي كوالله هاي من عين حسن الشق من عين تريان من هاي والله أنا كو أكيد حكم الجيران ما مضح ما أهان ما أنا مضح صوماليا دل كنا مضح ما بك أهان أنا جا حسولي أهان ما بقو أقول سر وح أيهين وباب توجع أو بلقاء أو دل كده عضي إلا أي حدنا قصب يحوك تشوف توال كاس أنا فكر كاس كقبة ويا نقل دولة نمو يا نقل إسلام نمو يا مد شرف يا متقان لوح عليها يا نقل ديم حتى مرها نمو مرها بنتو وحارن بنتو وحارن إلى هالنورشل مركن ما كان بنت إسك حارن استساس وهلا يركض كأن كهينو أساس مبلل الأوجران أو أن وحلك هارن والحكم والرئاسة لكن الحكم هي مثلاً الرئاسة من الرئاسة أنك هذا ترى ما نبل أسرع ما بينك شغل ما أنك أسرع بينك شغل هذا ما نبله وهم ما نبل من قاب كودر الأمر على قانا لقى جد كل أمره أيام قانا إن ما كساس وحد لا يبين تاس دل دلعي قول دين يحل دين إلهه إذا كل هالشيء بقوة أسمانتا إلهي أوقف فجأة كلامك والله كلام دمبيا أو قلدة وقال أقول فقادي أنت مل استاج علم الشيء قال هاي حال الشق حوله ولادنا هاي الدين ترى قال واد كذا حوك الدكا وعاصب بيخد الدرب معي اللي يرد وعلى قطعي أنا وحاله وعلى قطعي بورها صار لك صوت طري أقسم يكون لما هذا وننت سو هالله ضعفتني مدرسة يعني غير مدرسة سو مالي أرك إلى هذا كل أشياء يا بالكوار هم كوا سامر كوا حيديهين ملح حيديهين وقال لي هلا عذيعه
وحي ياب 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 يا مكاك إلا هاد أمد هستاء وحيتها لبات هذا مهندا بابك يقلعه محابيستا صوماليين متلقى أن محوة هاي اللي سب الدلائيو اللي هاي ورنكر هي قلتو قلت مدى ماشي بيجوكي كاري ناف كان أكو بدلينو قف كان قف كان كاري عن دلي هلا دلي مركا واد نباتو واي نباتو صعوتو واد مساكينة من مسكينة ها لسوق لسوق بها جيت كامرايا لسوق بها مركا لسوق بتو وحاواي نندب بقالا نسيد ديها كيا نتوقها اللي هالتوقتو مركا بيش هالسوكري وحاواي وحاواي نول قرر إلو كردعو عياب هالس الوجراء بكوز حق درهدا ايك حق درهدا اللي حارانتا مركا يبضتو يا لبك أسوليه وعن ربع ما أنت أهل كان كعدنا يا ربع وحاجة تسراكيل صوماليات وميسك أسارا إلا الدلو سراكيش سبحان الله هاي دقنين سلالشة كو وحاكا جنرال عبد الناصر محمد حسن ولو يقال جنرال حجار waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka sheego oo aan qarin sida aan xogta ku helnay jaran kale oo asna ay isku heeb yihiin xijaar oo la yiraahdo jeneral Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan waxa waaye waa nimankaas aad loo baadigooba runtii sida ugu sahlan qaabka ugu sahlan meelaha ay ka degan yihiin sida maalintay xilkiina waa laga qaadi waayay oo qaab lagu qaado ma laha marka aan isdaafin oo qarajinno way marka taasna waa jirtaa iyaduna waxaan baaqan markaas ayaga ahni amnaankooda iyo guriyahooda iyo gaadiidkooda iska ilaashaan iska ilaaliyaan ayaan rabaa anagu waxa waa xaqiiqda dhabtaan ka hadalna qof Soomaaliya illa dilahaali kamilnihin qabiil gaar oo anaga target ku nahay maahan waxaan anagu aan la calal xun la ooyna waxay tahay geeridi sida loo shaqooley farxaan iyo sidii loo shaqooley oo kale taliyaha bisuud gobolka Gedo Bakaal Kooke labada nin xijaar magacii saddexaad ee Cabdi Naasir Maxamed Xasan xijaar iyo Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa hadda point u ah waxa second point u ah bihi iyo odowaa iyaguna waa ku soo raad joogaan saa subhaan halkaan ka rabaa shacabka Soomaali aan u xaqiijiyo oo u sheego arintaas iyada ah inaan ku helay ila xog ogaala marka nimankaas iyaga ah is ilaashaan waxa ku maqan waa la yaqaanaa kuwii wax dili jiray ku maqan oo kow ka yahay maxishoodaha dhar dhigtay ee qaawan ee lagu magacaabo Mahad Salaad taasan cadeynna sababtu waxa weeye qofku markuu xaalad u barto ee dhac u barto ee bilaqay isbaar u barto wax kale ma aha iimaanka ka tag iimaanka ayaa ka taga sideeda dhana ala idin sheegay waxaas cidrada lagu baadi goobaha waxay tahay lama rabo nidaam sharci lama rabo dowlad sharci ku dhaqanta oo toosan oo dalka dadku xaq soorta ee sharciga xagta lama rabo sharcigu markuu yimaado dad baa dhimanaya dadka dhimanaya waxaa kowka ah aan idiin sheegayaa boqolkiiba sideetan boqolkiiba toddobaatan aan dhaho boqolkiiba toddobaatan qabiilka markiis waa dhimahaya soddona ka caafimaad qabto ka fiicano boqolkiiba soddona xalaal qudurtaho islaam oo xalaala boqolkiiba sideet toddobaatan ka dhimanaya waxay tahay waa kuwa guryaha islaameed dhulka islaameed xeryaha dowladda dhulka banaaya dowladda xaq darrada iyo dhaca iyo boobka iyo mutaqaan lacagaha la soo sameystay iyo balada ka shaqeynayo dhan oo xaaladda ku naaxay kuwaas waxa waaye ma rabaan dowladnimo iyaguna ummadda kale garaafsadeen dad kale garaafsadeen waxay ka soo saareen iskuulkooda ka soo saareen kuwa kale oo ayagu ku dayahay oo dhahay wallahi bilaheer basaan waa yiri ana maan yeelo ebel waa yiri ana maan yeelo waa kuwa gobolka shabeelaha hoose kule beeraha dalaga iska ku leh waaye maalintiina masaajidka cadimaayo allahu akbar allahu akbar ka dhahay masaajidka markuu salaada imaamka uu dujiyana asalaamu calaykum asalaamu calaykum yaadana waraa beerta bisaa meeqa iga soo gooday wallaahi beerta dhowr kilo waxaa laga helay oo kokiina
هي كيلو دي كل دولار على قدي مساسة ها واي هاي كوكين كنا وحواي سدح البلاد بمرة سوق هذا سدح البلاد بمرة سوق هذا وقح قويها حمر رجال السنة أوجي دان حلال معها وحواي إيو شبه هذا خاص مركا سدح البلاد بمرة سوق هذا كوكين كيلو دي بقول سوي حكيته تا كل دولار بيراه لوجا أبو ري كوي ألان سلام بود يا قريوري يا الجنة عليه يا كل أنا قوانا الدوان قصير وانا قانا يا أود يا قلي يا بريش كل دوان كجران بريه أسندوين كتلالي قولها أسندوين كي دادك متقانا لغد عاي يا بريه دولود أيلا نسيل بيرتي حوق دك الصوماليا يا بيرتي أسلوبتا بيرتي عينك بوليسك الصوماليا بيرتي مشروع تجابة بيرها متقانا بيرتي اللي بصوما بيرتي أقونت فلسطين وحا صورنا وحاكو أبو رمان تأنيقوانا قالنا وأكسون له وأكو مساعد كمان تكادم هاي درغانا لوردو فيو قميسة عالعدوة تا قر كديستي عادو صارن تا تسبع وتا استغفر الله استغفر الله دادك مساكن توالي بيه والله الله صوما اللي بقى تاكل عدو إله اللي عفر ربي وحواي متقالنا إلا سكالم يا واد دادك يستغل بحشواي صدقال إلا بحيوا استغفر الله استغفر الله دكتور مساكين والله بالله بحار كمال ادرس كي لو قاعد يسرك مركز العقل دي وجهك له بقرف استغفر بير دراها صوت وبير دراوغا هذا الكور يا وحارك اننا صاحب اهل او رسي بيانا ولي بالرهل ولا او كو دتك افدو بجريه مركا مال المال ما كمدها مساجد كي